مولود العذراء كيف رح تكون عليه الأيام الأخيرة من السنة والأسبوع الأخير من شهر كانون الأول ديسمبر 2022؟ يمكن الفلك يحذرك يا عزيزي من يومين معاكسين بأول هالأسبوع، هن الخميس 22 والجمعة 23. لازم تتناغم مع الآخرين وترضى ببعض التنازلات أثناءها، ما تتسلط وما تتعجرف، انتبه من ردات فعل عدائية. حول كل اجتماعاتك ولقاءاتك إلى يومي السبت 24 والأحد 25 طبعا، لأنهم يومين مناسبين جدا بيعضوك بالأفضل، وبتحصل على قرض أو تمويل أو مساعدة لتنفيذ مشروع بتحلم فيه، بيبتسم الحظ خلال هاليومين. العمل بيكتر التنين 26 والتلاتة 27، تهتم ببعض المؤسسات أو بأفكار جريئة جدا، بتتفرد ربما بفكرة أو بعمل وبتنال نتائج جيدة جدا، ولازم بهالفترة إنك تنتمي إلى فريق أو تعمل من ضمن فريق، الأمر ضروري. حاول إنه ترضى بالقليل بين الأربعة 28 والخميس 29، إياك والمغامرة خلالهم أو طلب المستحيل حتى لا تفاجأ بما يحبطك، كون متأني جدا. إذن يمكن تلاقي نفسك مضطر لمسايرة بعض الأفرقاء أو مقربين أمتين آخر يومين من السنة، الجمعة والسبت، وبتحتار كيف لازم تعمل وكيف لازم تتصرف وين لازم تكون، كأنه كتار بدهم إياك تكون معهم ومش قادر أنت تسيطر على الأوضاع ولا حتى على النفس. إياك والبحث عن الاستقلالية عمن تنتمي إليهم، حافظ على روابطك.